طلت tout de suite على أهم ما جاء في صحفنا الوطنية. La revue de presse. الحدث الأبرز هو صعيد في مؤتمر الهجرة والتنمية بروما مباشرة من روما. هذا شنو أهم مقال رئيس الجمهورية، ودعا خلال مشاركته في أشغال المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة المنعقد في روما إلى إنشاء مؤسسة مالية عالمية جديدة يتم تمويلها من القروض بعد إلغائها ومن الأموال المنهوبة بعد استرجاعها لإرساء نظام إنساني جديد حتى يحل الأمل مكان اليأس وحتى يعم الرخاء الجميع. هوني رئيس الدولة نستهل كلمته في كلمة متاعه في افتتاح المؤتمر بتوجيه عبارات الشكر لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اللي قال إنها لم تتردد لحظة واحدة في الاستجابة إلى المبادرة التونسية للبحث بصفة جماعية عن الحلول لظاهرة الهجرة غير النظامية، وتابع في السياق وقال لا تكاد تخلو نشرة أخبار واحدة من أنباء عن غرق سفينة أو بحث عن جثث وأحباط محاولة هجرة في عرض البحر أو قبل تنظيمها. الهجرة العكسية يقول خصص رئيس الجمهورية حيز مهم من كلمة متاعه لتوصيف عملية الهجرة، معتبر أن رائحة الموت أصبحت في كل مكان ولم يعد الأمر يقتصر على البحار، بل صارت الصحاري أيضا طريق للهروب من البؤس واليأس والظلم، لافتا إلى أن الهجرة في القرون الماضية كانت من الشمال في اتجاه الجنوب وتحولت إلى العكس، وتابع بعضها كان طبيعيا على غرار هجرة الإيطاليين والمالتيين إلى تونس، لكن للأسف أغلبها كان استعمارا حتى وأن تعدد تسمية الاستعمار حسب تعبيره. وخاصة خلص رئيس الدولة قيس سعيد إلى الإقرار بأن هذه الهجرة العكسية هي نتيجة للهجرة التي سبقتها وما رافقها من احتلال وتفقير جعل شعوب الجنوب تهاجر وتغادر أوطانها، وانتقد في هذا السياق سياسة الغرب تجاه أفريقيا داعيا إلى إلغاء ديون قائد دول القارة وإنشاء صندوق دولي لدعمها من جانب المانحين، مذكر بمقاربته القائمة على ضرورة معالجة الأسباب العميقة لظاهرة الهجرة غير الشرعية كما موجود في صفحة 4 من جريدة الشروق، ودعوة إلى إلغاء كما قلنا ديون إفريقيا ومطالبة بإحداث صندوق دولي جديد. مدى استجابة الدول معنا المشاركة في هذا لهذا المطلب هذا تنشوفوه في نفس الموضوع. معناها لاحظوا أنه حكيت زاد جريدة المغرب الصادرة لليوم على بالتزامن مع مخاوف لعديد المنظمات الحقوقية، إيطاليا تحتضن المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة بمشاركة تونسية. سعيد يقول لن يستتب الاستقرار في إفريقيا دون حراسة أسباب وجذور انعدام الأمن. هني نلقى في الصفحة 5 من جريدة المغرب، وكما رجع على الكلمة نلقاها البارح رئيس الجمهورية، وأن تونس يقول التي ألغت العبودية منذ سنة 1874 لن يمكن أن تقبل بعودة الاسترقاق من خلال الهجرة غير النظامية، مشددا على أن تونس لن تقبل بالتوطين المبطن للمهاجرين غير النظاميين ولن تكون ممرا أو مستقرا للخارجين عن القانون. وبين رئيس الدولة أن الشعب التونسي أعطى دروسا في تغليب القيم الإنسانية عكس ما تروج له الدوائر المرتبطة بشبكات الهجرة والتهجير والاتجار بالبشر. ويشدد رئيس الجمهورية على أن معالجة الهجرة غير النظامية لا تتم بصفة منفردة ولا بواسطة اتفاقيات ثنائية، داعيا المجموعة الدولية إلى البحث عن الحلول بعد تحديد الدوافع والأسباب. يؤكد قيس سعيد أن هذا المؤتمر يعد الأول من نوعه الذي يتطرق إلى ملف الهجرة غير النظامية الذي تحول منذ سنوات إلى مأساة إنسانية، موجها الشكر كما قلنا رئيسة الوزراء الإيطالية لاستجابتها للمبادرة التونسية للبحث في الحلول. لكن سيد الرئيس أنت طرحت مبادرة وبالتالي تونس طرحت مبادرة، وين المبادرة؟ علش المبادرة في إيطاليا مش في تونس؟ إذا ندعي إلى مبادرة كأنه صاحب البساط من تونسي بوركوا با، وأنه اللي شاركوا في المؤتمر هذا الكل من رؤساء دول ورؤساء حكومات ولا غيره وممثليهم، علش ما صارتش في تونس؟ على كل تقريبا هذايا اللي لاحظناه معناتها من أهم الأخبار، ونرجع للخبر الأبرز زادة اللي هي أزمة حجب الأعداد.
هل انتهت أزمة حجب الأعداد أو هل انتصرت الوزارة على النقابة؟ جريدة المغرب صادرة لليوم في الافتتاحية حسين العيادي يقول يبدو أننا لن نحسن قراءة التطورات الأخيرة في ملف التعليم خاصة إذ هيمنت فكرة المنتصر والخاسر في معركة يدرك القاسي والداني أن لا منتصر فيها، ذلك أن تكلفتها وخسارتها العاجلة والآجلة تطال الجميع حتى أولئك الرافضين من طرفي الخلاف للإقرار بأننا اليوم نقف على مشارف هاوية. ففي التطورات الأخيرة في ملف التعليم الأساسي الذي بات يختزل بأزمة حجب الأعداد، أعلنت الهيئة الإدارية لجامعة التعليم الأساسي المنعقدة أمس بالحمامات عن إيقاف حجب الأعداد ودعوة المعلمين لتنزيل الأعداد. ووفق نص البيان الصادر عنهم بطبيعة الحال، شوف بيان جاء فيه أن الهيئة الإدارية اتخذت قرارها بتنزيل الأعداد قبل 24 ساعة من نهاية المهلة التي منحتها الوزارة، خشية من أن تقوم الوزارة بتنزيل أعداد وهمية بدلا عن المعلمين، وذلك فيما تصفه بالتزوير والتدليس، وأن القرار برفع حجب الأعداد لمنع حدوث هذه العملية التي يصفها النقابيون بالممارسات اللا أخلاقية، يضاف إليها إجبار وزارة التربية المدرسين على تسليم الأعداد عبر إرسال عدول تنفيذ وصاحب الحقيقة. شوفوا شرح أسباب اتخاذ القرار رفع حجب الأعداد، أعلان عن تأجيل تنفيذ يوم غضب وطني إلى موعد لاحق لم يحدد بعد، بالإضافة إلى التأكيد على أن جامعة التعليم الأساسي لا تزال متمسكة بكل المطالب المهنية والمادية للمدرسين وعزمها أن يظهر بكل الطرق والوسائل لتحقيقها. قرار الهيئة الإدارية صدر بعد مرور أقل من 48 ساعة عن صدور بلاغ وزارة التربية الذي أعلنت فيه أن نسبة المعلمين المتمسكين بقرار حجب الأعداد انخفضت إلى ما دون 10%، وهو ما أكده أيضا وزير التربية محمد علي بوديري الذي لم يفته أن يقدم تصريحا انتقد فيه نقابة التعليم الأساسي بقوله لا يحق لمن لا تمثيلية له أن يتحدث باسم المعلمين. لكن سيد الوزير إذا نحكي على 10% الكل نعرفه أنه مهمش شوي، إذا 10% سوليد في نقابة وفي مؤسسة نعرفه أنه مهمش شوي. صحيح بارابور للتمثيلية الكبيرة يبان وأنه أقلية، ولكن راو إذا عندك جسم سوليد في نقابة كما اسمها نقابة التعليم الأساسي، نقابة التعليم مهمش شوي وينجموا يعملوا اللي ما يعملوش الكثير في المقابل، وأنه لازمنا نبعدوا من التصعيد، وجب الجلوس على الطاولة ونهديه شوية الحقيقة، طيح التنسيون وهات نتعاملوا أوترومون مع الوضعية. الخاسر الوحيد فماش لمنتصر لهذا ولا ذاك، هو التعليم والتلاميذ والمجتمع فقط. وجب إيجاد مقاربة أخرى للخروج من الأزمة، ولا لشيطنة المربين زادا. شو من عام الجاي راو فما برشا قاعدين راو في كلام كبير قاعد يتقال على المربين، راو نفس المربي ذاك باش يهز لولدك العام الجاي. فضلكم هات نغلبوا صوت العقل في الأزمة هذه اللي راو عندها نتائج وخيمة جدا. تقريبا هذه أهم المواضيع المطروحة، الأكيد وأنه سنواصل الأخبار الأخرى بعد الفاصل.